أمام أنظار محافظ الديوانية أزهر الشعلان ورئيس مجلس محافظة جبير خماط الجبوري دار ذو الإعاقة. شوف المواطنين بالباب بالشميس والمدير الجديد مدير الإصلاحات جوا على التبريد هو والموظفين. محافظ الديوانية أزهر الشعلان هذا المدير الجديد أمس استلم مهامة أمس مدير الإصلاحات. يا حزب سياسي خلا المن تابع ليش تسوي بالعالم؟ دارت ذول عاقة الأطفال أمام أنظار محافظ ديوان أزهر الشعلان.